مساء الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بالشاعر حكم طرمان في استوديو قناة أبها للأطفال. في برنامج حب القائد والوطن أولا. مساء الخير شاعرنا حكم طرمان. مساء النور والسرور، مساء نوفمبري يا أيتها المتألقة يا فاطمة. ماذا يعني لك نوفمبر المجيد؟ نوفمبر فرحة وطن وفرحة شعب، يوم يعتز فيه كل عماني على هذه الأرض. زايد عن الصقر يا هيثم، زايد عن الصقر يا هيثم، وبعيدنا بان عايد كم. يوم حافظ الولد صاتم شي، وبنتي بعزها مباديها، وانت على خطاه صاتم شي، قابوس راسي مباديها. ما يالي خضبت يا سيدي، ولك خالص العهد يا سيدي يا بن طارق السلطان. يا هيثم بعيد الوطن بان عايدكم، يا بن طارق السلطان، يا هيثم بعيد الوطن بان عايدكم. كذلك انا سويت لكم قصيده غيرها، قصيده ان شاء الله حلوه ان شاء الله تعجبكم. يقول عن تسكن بعيد شوف العين، عن تسكن بعيد شوف العين، ومن رواشنا البيت شرفنا، ثوبك بتحظى وكذا ترفيه، يخيط المصوف وبتلقاها برامج عديده، وكذا ترفيه قناه ابها بتلقاها. ناضي لحمهم يتابعني، وكل اللي هو يتابعني، كانت تبى تشوف شوف العين بزيارتك بس شرفنا، وكانت تبى تشوف شوف العين بزيارتك بس شرفنا. تابعوا قناة أبها.